بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن طريقة تحويل صورة، طبعا هذه الصورة تحتوي على نص، نريد استخراج هذا النص من هذه الصورة دون اللجوء إلى كتابة هذا النص يدويا. أنا هنا ليس لدي أي صورة، سأقوم بالذهاب إلى أي موقع، طبعا سأقوم بالذهاب إلى هذا الموقع على سبيل المثال، وسأقوم بالتقاط صورة للشاشة. مثلا سأذهب إلى برنامج سنابينج حتى أقوم بالتقاط صورة، مثلا سألتقط هذه المنطقة وهي تحتوي على نص. بعد التقاط هذا النص سأقوم بحفظه على سطح المكتب بصيغة جي بي جي، وسأسميه أي اسم أو أي كان. الآن لدي هذه الصورة على سبيل المثال، هذه الصورة تحتوي على نص، وهذا النص باللغة الإنجليزية. طبعا أنا لدي جهاز الكمبيوتر الويندوز نسخة إنجليزية، وأيضا البرنامج الذي سأعمل عليه وهو الأوفيس أيضا بالنسخة الإنجليزية. أنت بإمكانك التجربة على نسخة عربية، وأكتب لنا في التعليقات هل ستنجح بالنسبة للغة العربية في حال استخراج النصوص باللغة العربية. الآن نعود إلى استخراج النص من هذه الصورة. طبعا هنا كما قلنا الصورة بصيغة جي بي جي، نذهب إلى برنامج الوورد، نقوم بالذهاب إلى قائمة ستارت ثم وورد. طبعا أنا أعمل هنا على نسخة 2016. سأقوم بإنشاء بلانك دوكيومنت أو صفحة فارغة أو مستند فارغ، وهنا سأقوم بالتحايل على برنامج مايكروسوفت وورد. طبعا هنا عبارة عن حيلة، سنقوم بالتحايل على هذا البرنامج. نذهب إلى الصورة التي قمنا بإنشائها، طبعا أنت على سبيل الافتراض أن لديك صورة، ستقوم بسحبها وإدراجها إلى ملف الوورد. هنا لاحظوا أن الصورة عبارة عن صورة، أي أنه لا يمكنك التحكم بها أو تعديلها. الآن سنقوم بعملية تحويل لهذه الصورة، سنقوم باستبدال صيغة هذه الصورة لتكون بصيغة PDF بدلا من JPG، أي أنها ستصبح عبارة عن كتاب إلكتروني بدلا من صورة. سنذهب إلى فايل، ومن فايل سنقوم باختيار Save As، ومن Save As سنختار Browse، ونحدد هنا مثلا نريد حفظ هذه PDF أو ملف PDF على سطح المكتب، نقوم بتسميته وليكن على سبيل المثال Convert to Text على سبيل المثال، وهنا Save as Type نختار نوع الملف الذي نريد تحويله إليه. سنختار طبعا PDF لأننا سنقوم بتحويل هذه الصورة أو هذا الملف الخاص بالوورد إلى PDF، نختار PDF ونختار Save. هنا تلقائيا يتم تشغيل الملف أو PDF الذي تم إنشاؤه، طبعا من خلال أنا تم تعيين المتصفح أو متصفح الإنترنت ليقوم بتشغيل ملفات PDF. أنت ربما سيعمل على برنامج أكروبات أو غيره من البرامج. الآن هنا انتهينا من العملية الأولى، وهي عملية تحويل الصورة بغض النظر هل هي JPG، هل هي PNG، هل هي أي نوع آخر من أنواع الصور. بعد القيام بتحويلها، طبعا هنا هذه لا نريدها، نقوم بحذفها، نقوم بتحديدها، ثم نضغط على زر ديليت لا نريدها، ثم من قائمة فايل نقوم باختيار اوبن، ومن اوبن نحدد من براوز نحدد الملف الذي تم انشاؤه وهو ملف PDF convert to text حتى يتم إدراج ملف PDF. هنا ستظهر لك رسالة Word will now convert your PDF to an editable Word document. هنا يقول بأنه سيتم تحويل ملف PDF ليكون عبارة عن مستند قابل للتعديل. طبعا هنا نوافق على هذه الرسالة أوكي، وننتظر حتى يتم، لاحظوا هنا تم إدراج جميع النص وهو أيضا قابل للتعديل. بإمكانك الكتابة هنا والحذف، مثلا لا أريد هذه، أصبحت الصورة عبارة عن نص بإمكانك التحكم به والتعديل عليه. هنا العملية سهلة وبسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو فقط تحويل الصورة إلى ملف PDF،
ثم قم باستدعائها إلى برنامج الوورد، وتلقائيا سيقوم برنامج الوورد بتحويلها إلى نص يمكن التعديل عليه. بعض الأشخاص في التعليقات سيتركون لي تعليقا بأنه بإمكانك أخذ هذا النص مباشرة ثم كتابته في مستند الوورد دون الحاجة إلى تصويره. هنا أقول لك أنك عزيزي المشاهد لم تفهم المقصود من هذا الفيديو، فأنا لم أطلب منك القيام بنسخ هذا النص من أي موقع أيا كان. أنا هنا أقول على اعتبار أن لديك صورة على جهاز الكمبيوتر وتريد تعديل النص المكتوب بداخل هذه الصورة، أو تريد طباعة أو كتابة هذا النص في مستند وورد وتغيير شكله، تغيير حجمه، تغيير الخط، تغيير لون الخط إلى آخره من التعديلات. كذلك لدي طلب من الإخوة الذين يستخدمون ويندوز باللغة العربية وأيضا مايكروسوفت أوفيس باللغة العربية، قوموا بتجربة هذه الفكرة واتركوا لنا بالتعليقات هل نجحت بالنسبة للحروف العربية، هل يتم قراءة الحروف باللغة العربية أم أنه لا يتم قراءتها. كذلك في حال لم تكن مشتركا في هذه القناة أرجو الاشتراك من خلال الضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. إلى هنا أرجو أن يكون الشرح واضحا وسهلا وأن يكون قد نال إعجابكم وأن تكون هذه الفكرة قد أفادتكم. إلى اللقاء.